try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الثاني. هو تتمة ديال البارتي الثانية ديال لا كونتينيتي، يعني في لا كونتينيتي ا دغوات و لا كونتينيتي ا غوش اون ان بوان. بعد ما شفنا ديفينيسيون، بعد ما شفنا وبدينا براتيكينا واحد ليكزيرسيس، درنا دو كا، درنا كا الاولى كا الثانية، دابا ندوزو تروازيام كا. ندوزو لا تروازيام كا بالنسبة نفس الطريقة، نفس الطريقة ديال لا ريبونس، يعني نشوف أول حاجة واش عندي ليماج أو لا. تاني حاجة تمشي نكالكولي لا ليميت ا دوات اي لا ليميت ا غوش. وقلنا دائما تبداو من الفوقيني وتمشو لتحتيني. إذا لقينا لا ليميت ا غوش égal la limite à droite égal l'image, c'est encore f continue fait le point. Donc il y a pas différent, واحد تنقول n'est pas ou la pas continue en des points. Nous on se voit. فاول حاجه قلنا خاصنا نحنزو مزيان واش عطينا ليماج او لا ما عطيناش ليماج. الا نجي نشوفو في هذا التعبير ما نلقاو بانهم ما عطيناش ليماج، فنورمالمون غنمشي نحسب ليماج. ولكن اول حاجه نحلل عاوتاني اش عطينا في الفونكسيون الاولى. عطاونا x superior او ايغال 0، يعني x tend vers 0 plus لان x superior. نجي لهنا عندنا x tend vers 0 مينا x inferior à 0، يعني ندير موان. دابا السؤال المطروح لا يتبادر في دين اي واحد لا يكون يتبع هذا الفيديو، هو يقول فين نحسب ليماج، واش لا فونكسيون الاولى او لا فونكسيون الثانيه. فالامر بسيط باش تعرفوا فين تحسبوا ليماج. فناخذ لون مغاير ونمشي نقلب على البلاصه اللي فيها ايغال، يعني انفيريور ولا سوبيريور ولكن يكون فيها ايغال. هاي فين كاينه ايغال؟ فين كاينه فيها الداله، يعني فيها الداله فين نمشي نحسب ليماج. اول حاجه نرجع السطر ونقول لهم اون اف دو زيرو ايغال، يعني نمشي هذا الفونكسيون فما بان لي اكس نعوضو زيرو، يولي هو زيرو على بويسونس 3 بلس راسين ديال زيرو موان 2. زيرو على بويسونس 3 اللي هو زيرو، زيرو بلس لو راسين دو زيرو هو زيرو، يعني زيرو موان 2 تعطينا هي موان 2. هادي هي ليماج. ابخي مني تلقى ليماج تمشي نحسب لا ليميت. قلنا لا ليميت دائما تبدا بالفوقانيين. ارجع السطر اون لا ليميت اكس تون فيغ زيرو، ولكن شنو الزيرو الفوقانيه؟ زيرو بلس ديالاش ديال x على بويسونس 3 بلس راسين دو x موان 2، راه هي نفسها ليماج. إلا جينا نحسبوها يعني 0 على بويسونس 3 هي 0، راسين ديال 0 هو 0، 0 بلس 0 0 الله يبعد عليكم 0، 0 موان 2 هي موان 2، ها هي موان 2. هاد موان 2 تنصور راسي من تنلقى الغيزيلتا تنصور راسي واش ايكال ليماج ولا ما تتايكاليهش. نجي نشوف عطاتنا ناقص 2، وحنا شحال خرجت لينا في ليماج؟ ناقص 2 يعني ايكال f ديال 0. دابا باش نقول لي دونك ملي خرجت ليا ايكال، نقول لي دونك f اي كونتينيو اي كونتينيو ا عندي بلس يعني ا دروات ا دروات ا دروات اون x 0 ايكال 0. ساليت مع لا ليميت الفوقانيه، نمشي اوتوماتيكمون نحسب لا ليميت التحتينيه. اي اون اون لا ليميت اكس تون فيغ 0 موان ديال اف دو اكس اللي هي شحال هي 1 موان 3 اكس. نجي نغومبلاسي اكس بالفالور ديالها، اكس نعوضها بالفالور ديالها اللي هي 0، غتولي عندي 1 نعوضو نقصرو والو 1 موان 3 فوا 0 ايكال 3 fois 0 moins 3 fois 0 égale 0. 1 plus 0 égale. يعني عند تولي ليك 1 moins 0 égale 1. نجي دابا نسول راسي واش هذيك 1 égale ليماج ولا هي ليماج شحال عندي؟ هذه هي ليماج. واش ايكال ولا ماشي ايكال؟ واش قرب واحد ناقص واحد يعني ديفيرون. نقول لك اللعيبة تاع ديفيرون تاع اف لي 0. دونك من ديفيرو راه با كونتينيو، دونك اف ني با كونتينيو
لان خرجت لي ديفيرون على ليماج اون اكس 0 ايغال ا 0 مني كونتيني ولكن نسيت ما درتش ا دوات يعني ني با كونتيني ا خدام فاش في الموا يعني نقول ليه ا غوش ا غوش ا غوش اون اكس 0 ايغال ا 0 مني خرجت ليا لا ليميت على اليمين تخالف لا ليميت على اليسار يعني اف با كونتيني نقول لي puisque la limite x tend vers 0 plus de f de x différent différent واحد راه pas continu la limite x tend vers 0 moins de f de x alors là donc ou là do donc ou là do حسن do حسن do f pas n'est pas f n'est pas continu n'est pas continu en x0 égale 0. Allez, on va faire un différent. D'accord? Tu crois que le différent n'est pas continu. Il y a une chose qui est égale la limite, égale la limite, la limite, la limite, égale l'image, continue. Je vais vous montrer comment je vais vous faire. Je vais vous faire une chose qui est très importante. Je vais vous faire ندوزو دابا الكام 4 عندنا كام 4 هي هادي فاول حاجه قلنا نحنزو واش عندنا ليماج اولا ما عندناش فاول ملاحظه اول لاغوغاد عندنا هي ان ليماج ما عندناش السؤال دابا المطروح فين نحسب ليماج واش في الفونكسيون فوقانيه اولا الفونكسيون التحتانيه انا الهدف تاعي هو نغوغا غادي مزيان فين عندي او ايغال يعني فين عندي او يساوي عندي هنا يعني بين ليماج فين نمشي نحسبها في هاد لا فونكسيون نرجع للسطر نمشي نحسبها اون اف اون اف دو 1 ايغال 6 سور 1 او كاري بلس 1 ايغال 6 سور 1 او كاري 1 1 بلس 1 هي 2 6 سور 2 ايغال 3 ها هي ليماج ملي تلقى ليماج اوتوماتيكمون تمشي تحسب لا ليميت نجي نحسبوا دابا لا ليميت الفوقانيه رجع السطر نقول لهم اون لا ليميت اكس تونفير ليش شوف عندنا اكس مالا انفيريور ا 1 يعني صافو دير يعني ان اكس تونفير ا 1 ولكن بان انفيريور يعني 1 موان صافي يعني ا غوش نجي لهنا اش عندي اكس سوبيريور يعني اكس تونفير 1 بلس يعني ا دروات رجع السطر انا تندبر الفوقانيه la limite x tend vers a moins ماشي دائما تنبداو بالفوقانيه التحتانيه ولكن من الافضل ومن الاسهل باش بلا ما يستوعب ندور بالفوق نشوف لتحت باش تعقلنا يفيكس على هذه القضيه الفوق لتحت الفوق لتحت ماشي نخدم بطريقه عشوائيه مره الفوق مره لتحت يعني داك الشيء خصو يكون منظم يعني الفوقانيه عندنا هو غاسين او كاري ديال 2 اكس او كاري بلس 7 ايغال يعني نجي نغومبلاسي ما بال بما ان مكتوب على سطر واحد ما عندي مناش نخاف يعني فما بال ليا اكس نعوضه بالفالور ديالها يعني تولي 2 فوا 1 او كاري راه هي 1 بلس 7 ايغال غاسين ديال اش يعني تولي 2 فوا 1 هي 2 2 بلس 7 ايغال 9 و ايماج ديال وغاسين ديال 9 ايغال 3 3 كي دايره مع ليماج ايغال ليماج ايغال اف ديال اش f ديال اش f دو 1 تفقنا هي حيت قلنا ايغال من تلقاو ايغال تنقول رجع للستار تنقول ليه دونك f اي كونتيني f اي كونتيني ا عندي موان يعني ا غوش اون اكس 0 ايغال 1 سالي دابا مع الفوقانية نجي نطرق التحتانية اي اونا لا ليميت اكس طون فيغ 1 بلس ديال اس ديال اف دو اكس ايغال 6 سور اكس او كاري بلس 1 اكس او كاري بلس 1 ايغال راه هادي راه هي نفس ليماج يعني بلا ما نحتاج بانني نبدا نشرح ولا كذا هي نفس ليماج ايغال 6 هنا نعوض اكس بالفالور ديالو هو 1 1 او كاري هو 1 1 بلس 1 هي 2 6 سور 2 ايغال 3 3 كي ديرها مع ليماج ايغال
égale f de 1. On est égal f de 1, on va faire ça en boulion donc. Donc f est continu. F donc est continu. Voilà qu'il a à droite. À droite, en x0 égale à 1. La freine en x0 égale à 1. Donc il a la limite à gauche, le a continu. Ou quelqu'un a la limite à droite, le a continu. Donc f est continu. Puisque la limite x tend vers 1 plus 1 moins de f de x égale la limite x tend vers 1 plus de f de x égale f de 1, donc ou le dos, donc if f est continu en x0 égale à 1. هذه الريزلت تاع فريم مين تكون كونتيني ا غوش اي كونتيني ا دروات نقولوا اوتوماتيكمون ان اف كونتيني سيغ هذاك البوان اللي خدامين عليها. هذا ما كان بالنسبه لكا كات، ولكن ابخي نخليكم مع واحد الفيديو تحفيزي ونرجع لكم باش نديرو كا 5. فيديو تحفيزي، خصك دير فيديو تحفيزي، فيديو تحفيزي في واحد دقيقة ولا واحد جوج. ابخي اون فا كونتينيو. Add a new challenge. Challenge equals growth. You cannot and will not grow without challenge. And that's what I mean when I say the best part is that it's hard. That's what separates the average and the great. The average run from hard. They hide from challenge. The great run towards it. They love a battle. And they grow from challenge. Without challenge, life is dull and void of meaning. Without pushing yourself in the gym, you will never get any results. In life, if you don't push yourself, if you don't have clear targets to work toward that require you to step out of your comfort zone, that make you uncomfortable, you cannot grow your character and you will not grow your life. So what do you want for your life? You want to take the easy road? Or you want to take the growth road? Push yourself. Start where you are with whatever you have and work toward what you must have. Become obsessed with your targets. And when you break through that barrier, give yourself a pat on the back and then get back to work. The time to grow is always now. دابا 5ام كا. بالنسبه ل 5ام كا عندنا هذا هو التعبير. فاول حاجه نغوكارديو مزيان واش عندنا ليماج ولا ما عندناش. مزيان ما عندناش ليماج، فين نمشي نحسبها؟ نمشي نبقشش على فين كاينه ايغال. ايغال فين كاينه؟ كاينه في الفونكسيون الفوقانيه هي، يعني فين نمشي نحسب الصوره في الفونكسيون الفوق، يعني نرجع ستار اوتوماتيكمون ونقول اون اف ديال اش اون اف دو موان 3 égale moins 3 tout au carré plus 2 fois moins 3 moins 5 sur 2. On va se rendre le tabir câble, on va le moussain de rasmi, il y a calculatrice, on se fout netige. Ou le kin hadiri, il faut calculatrice de l'aquas. Attends, il y a moins 3 tout au carré plus 2 fois moins 3. Moins 5 sur 2 égale à Siedna égale 1 sur 2 égale 1 sur 2. Maintenant, on a dit que je l'ai comme m'hali moins 3 au carré plus 2 fois moins 3 moins 5 sur 2 égale 1 sur 2. Maintenant, l'image, ça va être ça. On va la limite focanée. On a la limite x tend vers l'h, tend vers moins 3, avec un focal moins 3 h. Et dit x tend vers, ou le cas où je vous ai dit, moins 3, puis maintenant x inférieur, yani moins, yani à gauche. Et là, x égale moins 3, ou le cas où x supérieur, yani plus, il y a la limite à droite. Et là, le focal il y a moins 3 moins de l'h. Diab x au carré plus 2x moins 5 au carré. Moubachara, raye égale f de
ايكال بلا ما نكتبها لان خصني ندير الصوره ايكال جي نحسب معايا لقينا ايكال 1 سور 2 وهذه كي دايره ايكال اف ديال موان 3 لان التعبير بلا الا جيت حسبتو عوضتو اكس بهذا الفالور اللي هي موان 3 خرج لكم نفس النتيجه يعني لا داعي باش انني نعاود نحسبها دونك اف et continue f et continue a بما ان عندي موان a gauche en x0 égal moins 3 صافي صافي دابا نمشيو لا فونكسيون تانيين نكالكولو ليها لا ليميت et on a la limite x tend vers moins 3 ou alors qu'elle a معايا لتحت plus مش نحط هذيك الفونكسيون اللي هي racine au carré ديال 2x plus 10 تفرين moins 2 sur x plus 3 اول حاجه نغومبلاسي المتغير x بالفالور ديالو اللي هي moins 3 يعني 2 fois moins 3 هي 6 هي moins 6 moins 6 plus 10 égale racine de 4 ou racine de 4 ou 2 2 moins 2 égale à 0 بالنسبه للنمراتور نمشي للمقام يعني moins 3 plus 3 égale 0 وبالتالي 0 sur 0 égale forme indéterminée ولكن هنا اش تيبان لي في التعبير تيبان لي عندي الجذر فالمساند تاع الجذر هو المرافق يعني ليكسبرسيون غونجير طافقين يعني مباشره نمشي نابليكي المرافق بالنسبه للبسط يعني ايكال لا ليميت اكس بون فيغ موان 3 بلس ندير واحد الكسر اللي هو كبير ونحط التعبير اللي هو راسين ديال 2 اكس بلس 10 موان 2 طن وندير المرافق ديالو يعني الامر بسيط هو الغاسين ديال 2x بلس 10 ونشونجي الاشاره ما بخارج الجذر ماشي بداخل الجذر ما بخارج الجذر عندك موان تولي بلس 2 اوتوماتيك مو درنا الفوق نعاود ندير لا كوبي كولي لتحت بحال ما درت حتى شي لعبه زائد 2 بطبيعه الحال نحط التعبير الاساسي ديالي اللي هو x بلس 3 حذاري هنا فالتعبير الاصلي دائما ديروه بين قوسين التعبير الاصلي ديروه بين قوسين دابا الا اختزلت هذا بلا هذا رجع كما كتب بحال ما درت والو ابخي اوتوماتيكوم تنضرب في المرافق تبان لي الخاصيه a moins b factorisé a plus b égale a au carré moins b au carré. La freine. A moins b factorisé a plus b égale a au carré moins b au carré. Mubashara égale la limite x envers moins 3 plus. يعني انا شفت الطرف الاول يعني هو هذا ورفعه او كاري ولكن نديرها بطريقه مباشره لان شرحها بزاف هنا او كاري طير لي الغاسين تبقى لي هي 2x قال لي هي 2x بلس 10 موان تاع الخاصيه هذا الموان اللي درت ترى تاع هادي ماشي ديال هادي تنشد الطرف الثاني اللي هو 2 او كاري ايكال 4 نهايه في النهايه ويبقى عندي في المقام نصو جذر 2x بلس 10 بلس 10 ابخي يعني نجي ممكن نجي نكمل غير هنا اوكي نجي نكمل هنا با بروبليم يعني نمسح البلاصه ونجي نكمل هنا نجي نكملو دابا ايكال لا ليميت اكس طون فيغ موان 3 بلس الفوق تبقى عندك 2 اكس عندنا سيدنا بلس 10 موان 4 ايكال بلس 6 ابخي نحتاج بانني نفاكتوريزي ب 2 هتقول لي هي x بلس 3 فاكتوريزي راسين ديال 2x بلس 10 بلس 2 ايكال لا ليميت x بون فيغ موان 3 بلس هنا انفاكتوريزي بجوج يعني يبقى لي جوج هنا شحال يبقى لي في التاء هنا يبقى لي x بلس هنا عملت هنا بجوج شحال يبقى لي هنا 3 نوريكم الطريقه كيفاش تعملوا ولكن ابخي ولكن ابخي خاصكم تتعلموا كيفاش تعملوا اوكي دابا انا باش عملت تنعمل بالعدد اللي نورمالمون حدا اكس اللي هو شحال اللي هو جوج وكان عندي التعبير الاصلي اللي هو شحال اللي هو 2 اكس بلس 6 اش ندير غنشد التعبير الاصلي ونقسمه على داكشي اللي عملت به هاهي سيغ دو هنا وسيغ دو هنا هنا
بالنسبة للطرف الأول تمشي لك 2 مع 2 اختزال غيبقى لينا إكس. غنمشيو لنا بلوس بطبيعة الحال بقى بلوس غتشونجا إلى عم المجتبر اللي هو السالب. 6 على 2 3 متفقين؟ الناس اللي متعرفوش يعملو بقى البراتيك ديالهم كيفاش. هنا سو إكس بلوس 3 فاكتوريزي على إيش؟ غاسين ديال 2 إكس بلوس 10 صافقين بلوس 2. أبخي نمشي ليا ديس مع ديس الشخبات الخابط شحال يبقى ليا؟ هو لا ليميت إكس تنفير موان 3 بلوس الفوق يبقى ليا في النيميراتور غيبقى ليا 2 والتحت يبقى ليا هو الغاسين ديال إيش ديال 2 إكس بلوس 10 بلوس 2. أبخي نحتاج بأنني نغومبلاسي الفوق يبقى ليا 2 هنا نعوض إكس بالفالور ديالي عندي 2 فوا موان 3 هي موان 6 موان 6 بلوس 10 إيكال 4 غاسين دو 4 إيكال 2 2 بلوس 2 إيكال 4 2 سوغ 4 إيكال 1 سوغ 2 متفقين؟ وهاد 1 سوغ 2 نجي نقارنا شحال خرجت لينا حنا في في ليماج خرجت لينا 1 سوغ 2 يعني صافي ليغ إيكال إف 2 إف 2 موان 3 متلخرش نقول ليه دونك إف إي كونتينيو F et continue. A, puis maintenant il faut d'un fait plus, on va aller à droite, faire des R, la même azerba, R, à droite en x0 égale moins 3. Puisque la limite x tend vers moins 3 plus f de x égale la limite x tend vers moins 3 moins 2 f de x égale les marges liées f de moins 3. Automatiquement, si je vais continuer à gauche et à continuer à droite, il y a continuer à faire avec le point les déterminateurs. Puisque la limite de moins 3 à droite égale la limite x moins 3 à gauche égale l'image donc ou les deux j'ai que c'est do f et direct donc do f et continue en x0 égale x0 égale moins 3 ça fait dire le résultat عندي بالنسبة الكا 5 متفقين؟ نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو وما تنساش انكم تفعلوا موقع التواصل السوشيال ميديا سواء الانستغرام سواء سناب شات وما تنساوش بانكم تتابعونا على الصفحة الرسمية هي سفيان نجمي ايديكاسيون مرحبا باي واحد تفاعل معنا نتلاقاو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.